احنا النهارده زي غيرنا ولا احنا الحمد لله النهارده الحمد لله، بس ايه اللي حصل؟ دفعنا ولسه بندفع كتير من التضحيات. رجالتنا وابطالنا وشهدائنا دفعنا كتير قوي قوي. نشوف. ليس خافيا على احد ان العالم قد شهد خلال العقد الاخير احداثا غيرت مسار دول كانت تنعم بالامن والاستقرار، مما احدث جرحا غائرا في صدر مفهوم الدولة الوطنية. من الصعب أن يلتئم أو تعود تلك الدول إلى سدها في المستقبل القريب. وكانت المنطقة التي نعيش فيها هي بؤرة كل هذه الأحداث. فاندلعت شرارة التخريب والتدمير، وانتهكت سيادة تلك الدول، وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها. وقد فطنت مصر لكل هذه الأحداث والتطورات، فبنت سياجا متينا من القوة والوعي والإدراك، حصنت به شعبها بدعم من جيشها صاحب العقيدة الوطنية التي تربى عليها، وهي الولاء المطلق للأرض، أرض مصر وشعب مصر. وأنني إذ أبعث من هنا بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل على اختلاف رتبهم ودرجاتهم لما يحملونه من شرف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، كما أوجه أيضا تحية إعزاز وتقدير إلى رجال الشرطة المخلصين لجهودهم في حفظ أمن مصر، في حفظ أمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار حتى تتمكن باقي أجهزة ومؤسسات الدولة من أداء دورها الوطني المنوط به. كما لا يفوتني ونحن نتحدث عن تضحيات أبناء الوطن جميعا أن أغفل الدور الكبير والمتعاظم الذي يؤديه بكل تفان وإخلاص أبناؤنا الذين يعملون في المجال الطبي لمحاربة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم كله. فما يقوم به هؤلاء الأبطال من جهد كبير لتوفير الراحة والطمأنينة للمرضى سيبقى خالدا في ذاكرة شعبنا. كما أوجه تحية خالصة خاصة للحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة على ما تقوم به من أداء متميز ضربت به المثل في قدرتها على الحكمة وتوفيرها كافة المستلزمات الطبية واللوجستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات الجائحة. رئيس، تحية للقوات المسلحة، الشرطة، الأطباء والأطقم الطبية، وأيضا للحكومة المصرية على ما تقوم به حتى الآن سواء العام الماضي أو السنة دي فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا. ولكن أيضا الرئيس تحدث ووجه رسالة أيضا لأسر في الشهداء وفي يوم الشهيد. ماذا قال؟ ونحن نحتفل بيوم الشهيد يجب هنا أن أشير إلى تضحيات أسر شهدائنا الأبرار، إلى من فقدوا الابن أو الأب أو الزوج أو الأخ. إليكم جميعا أهدي تحياتي وتحيات وتقدير شعب مصر على صبركم وتحملكم واحتسابكم فقيدكم عند الله سبحانه وتعالى ورضاكم بقضاء الله وقدره. وأقول لكم أنتم في عقل وقلب مصر لن نترككم تواجهون الحياة وحدكم، سنكون معكم في كل خطوة في كل خطوة تخطونها. فإذا كنتم قد فقدتم فردا عزيزا غاليا من أهلكم فإنني أؤكد لكم
إن مصر كلها أهلكم، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في مصر وبكل القيمة الكبيرة والعظيمة اللي قدمها الشعب المصري، كل الشعب المصري من أول أقول إيه، من ما فيش مكان في مصر إلا ما قدم فيه شهيد في الجيش أو الشرطة أو حتى باقي مؤسسات الدولة، وطبعا مؤخرا بأهلنا من القطاع الطبي. لكن زي ما قلت وبقول تاني، إن التمن ده تمن عظيم لأمر عظيم، لدولة فيها 100 مليون، الدولة دي تعيش في أمان وسلام واستقرار. طبعا الأول كان فيه كلمة المكتوبة بيوم الشهيد، ثم بعد ذلك سيادة الرئيس كان يوجه عدة رسائل سواء للشهداء وكل بيت في مصر فيه شهيد، سواء جيش أو شرطة أو مختلف الفئات الأخرى أو من الأطقم الطبية. الرئيس أيضا تحدث عن المشروع القومي والحكومة ما تقوم به حاليا، مشروع القومي في الريف المصري اللي بادئ من أول أسوان لحد اسكندرية لحد مطروح لحد شمال سيناء البحر الأحمر، اللي هو يشمل محافظات الجمهورية بالكامل خلال 3 سنوات أو ربما يزيد قليلا عن 3 سنوات كما ذكر السيد الرئيس النهاردة. اتكلم على هذا المشروع، وكمان طالب شعب المصري أنه يكون ليه يعني بعض الرسائل ويتعاون في هذا الأمر، وأنه كل ده نحمي بلدنا. ويتكلم على قضية الأرض، تكلم على البناء على الأراضي الزراعية، تكلم على البناء الرأسي والأفقي، وقال إن احنا مسألة البناء الأفقي النهاردة عايزين نتوقف عندها، نتحدث عن البناء الرأسي اللي كان بيحصل قبل كده بناخد أراضي، وقال عايزين نحافظ مش على كل فدان، على كل قراط أرض لازم نحافظ عليه. قال لي إنه ده بعد كده هيؤثر علينا، وقال علينا إن احنا نساعد البلد، لأنه قال لك سيادة الرئيس قال إنه ده جزء من الـ كل مواطن عليه مسؤولية، مش مسؤولية الحكومة بس، الجميع عليه هذه المسؤولية. الأرض النهاردة ما بقتش إن احنا نبني عليها، وأعتقد خلال فترة قادمة هيكون الإجراءات اللي بتتم الخاصة بالبناء وغيره، ويمكن نتكلم عنها خلال اليومين الجايين أيضا بعض الحاجات اللي هي تهم المواطنين في هذا المجال تحديدا. تعالوا نتابع ماذا قال الرئيس فيما يتعلق ب الحكومة، الإجراءات اللي بتاخدها النهاردة الحكومة، وكمان اللي مطلوب مننا كمواطنين، لأنه كل واحد لازم يكون بيحافظ على بلده، حفاظ على البلد من خلال أن احنا لا نعتدي مرة أخرى أبدا على أي شبر من الأرض الزراعية، لأن ده ممكن يؤثر، مش ممكن لا هو يؤثر علينا وعلى حياتنا في المستقبل. نشوف. وإحنا خلال السنوات القليلة القادمة والحكومة بتجهز نفسها بشكل جيد جدا من أجل حياة كريمة، زي ما بكرر كده دايما وبنقول، لما يقرب من 58 مليون إنسان وإنسانة. بنسعى إن احنا نغير للأفضل حياتهم، ويمكن تكون الأحلام كبيرة، وأنا يمكن بتابع الـ يعني تعليقات المواطنين في قرى مصر. انا عايز اقول لكم ان اللي يعني الريف ترك سنين طويله، وانا مش بتكلم في ده يعني عشان اسقط أو أعمل إسقاط على أي حد. وإحنا بنتحرك كدولة بجهد مصر وبأموال مصر لتغيير الواقع ده، مهم أوي إن أنتوا تعرفوا إن أنتوا كمان عندكم، أنا بكلم مش بس المصريين اللي في الحضر، لا أنا بأكد على المصريين اللي في الريف، إن أنتم هتساعدونا. وتساعدونا ليه؟ وتساعدونا بإيه؟ شوفوا، أنا بشوف التعليقات وكنت يعني بقول
يعني ناس كانت بتقول احنا عايزين نشغل اولادنا، وده امر طبعا غاية كل انسان ان هو يعني لما يكبر ويتعلم او حتى لو ما تعلمش انه يشتغل. بس انا عايز اقول لكم على حاجة، الارض الزراعية اللي موجودة ديت والحفاظ عليها النهاردة بقى بالمرحلة اللي احنا موجودين فيها وبالعدد المطلوب انه يشتغل في مصر، بصراحة بقى أمانة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا في أعناقنا جميعا. بقى النهاردة أي على هذه الأراضي، صدقوني الفكرة مش فكرة ان احنا بس هنفقد منتجات الأرض ديت، احنا هنفقد فرص العمل لأبنائنا اللي انتوا بتقولوا احنا عايزين انهم يشتغلوا. طيب ما احنا اولا احنا عايشين على الارض ديت وساكنين جنبها وفيها فرص عمل، وكل ما هنحسن من قدرة الارض ديت صدقوني الطرق اللي احنا بنستخدمها في الزراعة ما زالت طرق يعني عايزة تتطور تطوير كبير. لما تتطور تطوير كبير هتعمل انتاج افضل، بس كمان هي محتاجة ان احنا نحافظ عليها. انا بقول لكم كده ليه؟ لان انا اسف اقول لو استمرينا بالطريقة ديت مش هيبقى في ارض زراعية. ان ما بقاش ينفع ان النمو في الريف يبقى نمو يعني افقي. افقي يعني ان احنا نبني بيوت جنب بعضها. لا، احنا محتاجين تبقى البيوت يعني تبقى دور واثنين وتلاتة واربعة لو امكن. وبالتالي ده امر يمكن يعني يتعارض مع طبايعكم، بس احنا ملناش خيارات تانية كتير. احنا بنحاول بس نتكلم في الموضوع دوت، وارجو ان احنا كمصريين وان احنا يعني نتدبر كل كلمة احنا بنتكلم فيها. انا عايز اقول لكم واحنا بنعمل نفتح محاور في المناطق اللي كان فيها سكن غير مخطط، يعني بنضطر ان احنا ندفع اموال ضخمة جدا جدا ونغير او نغير سكن حياة ناس موجودة بقالها سنين طويلة في الاماكن ديت عشان نفتح لهم طريق او لبقية الناس يستفاد منه. من فضلكم عملية ضبط البناء والسيطرة عليه ما بقاش دلوقتي ابدا ينفع ان احنا نتعامل معاه يعني بالاستهانة وبالاستهتار وبالطمع يمكن اللي كان موجود قبل كده. ودايما هقول لكل مؤسسات الدولة حتى مش بس رجال الإعلام والمفكرين والمثقفين ورجال الدين وأجهزة الدولة، شوفوا مصر فيها 100 مليون، وال 100 مليون دول مصر كمان مساحتها مليون كيلومتر مربع، بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه، وبالتالي احنا محصورين في يعني في الوادي والدلتا من أول أسوان لغاية اسكندرية بشكل أو بآخر. ما خدناش بالنا على مدى 60 70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. أتصور إن احنا دلوقتي إن احنا محتاجين نخلي بالنا ونحرص على كل فدان أرض وإيرات أرض زراعية ما يتمش نتعدى عليه. كلنا ننتبه لكده، أجهزة الدولة مؤسساتها يعني. وبالمناسبة مش بالتشريعات بس الأمور بتبقى كده، يعني مش بالقوانين، ما القوانين موجودة برضو، لا بفهمنا إن احنا برضو زي ما قلت كده في بداية الكلام لما كلنا تأثرنا وبنتأثر بالشهداء اللي قدموا أرض دمائهم بنقول لهم حافظوا على مصر. ما هو الحفاظ على مصر ده جزء منه اللي أنا بتكلم فيه ده.